قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ هل أنت كافر؟ تقول أعوذ بالله، أنا مسلم لست مشرك. يقول طيب ما هذا الشرك؟ هل تعرفه؟ إذا قلت أنا لا أعرفه، يقول قد تقع في الشرك وأنت لا تدري إذا كنت لا تعرفه. أنت تسوق السيارة الآن، صحيح؟ لابد تعرف ما هي الأشياء الممنوعة المخالفات حتى لا تقع فيها. كذلك لابد نعرف الشرك حتى لا نقع فيه. إذا نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه، ندعو الله كما دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو خليل الرحمن أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ويخاف من الشرك. أنت لابد تخاف من باب أولى. الله